حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره وأبا سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. قلت: قد قلتم. قال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت: إني أطاق أفطر من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو عدل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. قال: لا أفضل من ذلك. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب له. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.